بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. آبائي وإخواني الأعزاء، أبارك لكم هذه الذكرى، ذكرى عيد الولاية، عيد الله الأكبر، عيد الغدير الأغر، وأسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المكتوبين بشفاعة أمير المؤمنين عليه السلام. وتشرفني هذه المشاركة التي أتمنى أن لا تكون ثقيلة على مسامعكم إن شاء الله. ولاهم يا هل بيت غمس قلبي، ولاهم ولا أنا بعدت عنهم، ولاهم ويوم الحشر شافع بالولى، هم أهل أفضل نبي وبتوا وصية. يا من له كل موالي فد عمره، عمره يا من له كل موالي فد عمره، وزيارة مشهد عن ألف عمره. يا قاهر بوجهل يا مرد عمره، ما ينطق عنها واختارك وصية. أنا دين النبي المختار مع القرآن لي مرجع، أنا دين النبي المختار مع القرآن لي مرجع، وعن ولاية علي الكرار أبد طول العمر مرجع. واللي جادل بحجي إلي ست الصحاح مرجع، مسلم هو يذكرها وبالثقلين سماها. كتاب الله صمت، كتاب الله صمت انطق يا قرآن، كتاب الله صمت انطق يا قرآن، يا كل ناصب أوان إنك تقر آن. ترى ولاية علي مدخل القرآن، وصعب فهمك كتاب بلا وصية. نعرج على السياسة شوي. إلي حجوة، إلي حجوة وأذون المجرم الطن، إلي حجوة وأذون المجرم الطن، بلادي ليها مستقبل فلا ظن، إذا فيها الغريب أصبح مواطن، بعد أي خير ظل فيها إلي. أصيح أصيح وصوتي تحمله المسافة، حسافة يا زمن والله حسافة، ما هي وقفت على التجنيس آفة، الآفة انهم يجنسوا البربرية. صل على محمد وآل محمد. سيدي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين، أشرقت بالحب في فصل المعاناة، أشرقت بالحب في فصل المعاناة، فعين الضوء لي جرح اتجاهات، يا ساكنا في فؤادي دون ما ألق إلا ائتلاق الهوى بين العذابات. يا وحي اسمك كالمعبود أعشقه، إذ كنت لي ساقي الأعضاء في ذاتي، فالرب قلبي وطاه النبض في خلجي، وأنت دفقات دمي بعد نبضاتي، وأنت دفقات دمي بعد نبضاتي. صل على محمد وآل محمد. قصيدة كتبتها وتصورت فيها أني كشاعر أراقب مشهد عيد الغدير من سماء عالية، فقلت سلسلة طويلة في شكل غيهبان، ونظرة يانعة في أفق الزمان، وقامتان رغم بعدي خلتهما حسان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن.
سلسلة طويلة في شكل غيهبان، ونظرة يانعة في أفق الزمان، وقامتان رغم بعدي خلتهما حسان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، الواقفان فيهما كم نزل القرآن، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، جمع غفير كلهم نحوهما يشير بالبنان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، ملائك الله عليهم تشحن المكان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، كف اليمين ذاك الرسول المصطفى المبعوث بالرحمة للإنسان، كف اليسار ذاك علي المرتضى، أول من أسلم، من بارز ودا ذا، ومن كافأ فاطم ذا، وبل ليث لخيبر ذا، وبل وبل وبل، وما أخال أكتفي لو أملأ المكان والزمان، ولاية مفروضة من ضلها لم يرد الجنان. كف اليمين ذاك الرسول المصطفى المبعوث بالرحمة للإنسان، كف اليسار ذاك علي المرتضى، ليث خيبر أول من أسلم، من بارز ودا ذا، ومن كافأ فاطم ذا، ومن وما أخال أكتفي لو أملأ المكان والزمان، ولاية مفروضة من ظلها لم يرد الجنان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن، ولاية مفروضة ممتدة لصاحب الزمان، ليست بتاريخ مضى بل حادث ذا الآن. صل على محمد وآل محمد. ما دمنا قد وصلنا من أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف وفرجنا به، يقولون أن من صفات الموالي أنه يشتكي إلى إمام زمانه، وهذه القصيدة شكوى لصاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. يا صاحب الزمان خذني لبابك، خذني لبابك أيها المذكور، واسكب معينك فالنفوس غدير. خذني لبابك أيها المذكور، واسكب معينك فالنفوس غدير. يا أنت محجوب الجمال عن الورى، لكن سطوعك بيننا معذور. ما رام فيك مضيق فرج، ولم يلقى رحابك في الجهات تدور. ماذا أيطوي البعد صفحة حبنا، حاشا وأنت بنا لقا موتور. ماذا جماجمنا تدك برجلهم، مهر لنوركم أيأتي النور. ماذا نعيش الفقر في جنباتنا، في الموت نحيا والحياة قبور. ماذا يهيجك إن صبرت لكربلا ولفاطم، والضلع صار كسير. ضاقت فلما استحكمت حلقاتها في غمدكم، نصر لنا مغمور. عجل عجل لقد ضاقت بنا يا سيدي، فمتى بجيشك للجهاد نسير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.